عسلامة، مرحبا بكم في فيديو جديد. في الفيديو هذايا ان شاء الله نشوفوا مع بعضنا لي فونكسيون سور لو تيب شين دو كاركتير. ان فيت لهنا في الفونكسيون هذوما عندنا 8 موديول يلزم نكونوا نعرفوهم ومش نقولوا حافظينهم، لازم نكونوا فاهمينهم بالباهي ومقمرينهم ونعرفوا كيفاش نستعملوهم. اهم حاجه هيك علاش نحن ان شاء الله توا باش نبداو معناتها نكتشفوا بالموديول بالموديول في الفيديو هذايا، ونفسر لكم كل موديول شنو ياخذ بارامتر وشنو يرجع لي كوم ريزولتا. باهي، ناخذوا اول موديول اللي هو لونغ سي هاش. بالنسبه للونغ سي هاش هذول اللي باينه معناها اسمها ديجا لونغ سي هاش، معناها طول الشين نتاعي. الشين نتاعي هذايا اللي هي اولياس، دونك الشين هذه قداش فيها من كاركتير؟ فيها كاركتير 2 3 4 5 5 كاركتير، وهذايا لو كاركتير لو بروميي كاركتير اي دانديس 0 داكور. ردوا بالكم تغلطوا لهنا، خاطر ريت اللونغ نتاع سي هاش ترجع لي لهنا 5. 5 هو لو نومبر دي كاركتير في وسط الشين نتاعي داكور. بار كونتر هذايا 0 وال1 وال2 وال3 وال4 هو لانديس نتاع الشين نتاعي. دونك بو ريكابيتولي، لونغ سي هاش راهي طلع لي ولا ترجع لي لو نومبر دي كاركتير في وسط الشين نتاعي. نمشيو توا نكتشفوا مع بعضنا الموديول الثاني اللي هو البوز. البوز ديجا كيما تراو لهنا عندها دو بارامتر، البارامتر الاولاني هو سي هاش 1 والبارامتر الثاني هو سي هاش 2. شنو معناتها؟ معناتها يحب يشوف السي هاش 1 نتاعي وين موجوده بالضبط في وسط السي هاش 2 نتاعي. ناخذ على سبيل المثال السي هاش 1 نتاعنا لهنا هي يس داكوغ، وعندنا الشين نتاعنا اللي هي الياس. دونك الياس نتاعي وين موجوده في وسط الشين الياس؟ موجوده في وسط الكاركتير اللي لانديس نتاعو 2. دونك ا بارتير من 2 وانت ماشي عندي الشين يس. دونك البوز نتاعي هذايا سي اتش 1 في وسط سي اتش 2 شنو باش ترجع لي؟ برافو، دونك باش ترجع لي 2. دونك نتعادل الموديل اللي بعده اللي هو الكونف سي اتش. كونف سي اتش حاجه ياسر ياسر سامبل. دونك باش تاخذ لهنا اون بارامتر ان اونتيي داكور، وترجعه لي une chaîne du caractère. Donc elle va convertir un entier en une chaîne du caractère. كيفاش عرفنا هذه الشين دو كاركتير؟ خاطر عليها هذه دو كودز هذوما. دونك نتعداو توا للموديول اللي بعده اللي هو الخامس، هذا اللي هو فالور داكور. دونك الفالور هي عكس الكونف، حليتهم لكم بحذا بعضهم على خاطر ديجا عكس بعضهم. يعني الكونف تعدي لها اونتي ترجع لك شين، والفالور تعدي لها شين دو كاركتير بيان سور لازم تكون نوميريك. شنو باش ترجعه لك؟ باش ترجع لك ان اونتي داكور. كي نقول شين دو كاركتير نوميريك معناها لي كاركتير الكل يلزمهم يكونوا ما بين الصفر والتسعة، ورانا شفنا مع بعضنا شنو ما هما لي كاركتير نوميريك في الفيديو الاولاني تاع لي تيب. اذا كان ما عندكش فكره عليهم ولا ما تفرقش ما بين لي كاركتير نوميريك ولي كاركتير سامبول ولي كاركتير الفابيتيك، ارجع تفرج في الفيديو تاع لي تيب. نتعداو توا للموديول الرابع اللي هو انوم. دونك بالنسبه للانوم شنو هو؟ معناتها باش يفيريفي لنا الرتور نتاعو الساعه باش يكون بوليان، معناتها ياخذ لهنا اون بارامتر اون شين دو كاركتير. على سبيل المثال هذه الشين دو كاركتير نتاعنا سي هاش باش تاخذ 720 كوم فالور، ونعديها لهنا اون بارامتر ونقول السي هاش نتاعي انوم، معناتها اسكو هي نوميريك والا لا. دونك في الكا هذايا الرتور باش يكون يا فري يا فو داكور. في الكا هذه باش يكون الرتور سيغتانمون فري داكور، على خاطر الشين نتاعي هي كلها دي كاركتير نوميريك. ناخذ لي كونتر اكزومبل. باهي لهنا نعطيك سي هاش نتاعي فيها 7.57. باهي بالنسبه للشين هذايا كي نجي نقولها الانوم نتاعها باش ترجع لي فو. علاش باش ترجع لي فو؟ على خاطر فما الفيرغول هذايا اللي هو سي تان كاركتير سامبول داكور، دونك ماهوش كاركتير نوميريك دونك سي فو داكور. دونك النتيجه نتاعنا باش تكون فو، ماهوش نوميريك الشين نتاعنا هذايا. نتعداو توا للموديول السادس اللي هو سوشين. باهي كيما نراو لهنا السوشين نتاعنا تاخذ 3
بارامتر. بارامتر الاولاني هو الشين دو كاركتير بحد ذاتها اللي هي ليكزامبل هنا باش ناخذها الياس. دونك شنو باش تاخذ هنا كفالور ديبي؟ الفالور ديبي اللي هو 2 والفالور فينال اللي هو 5. داكور بي. دونك لهنا السوشين هي باش تقص لي معناها باش تقص لي من الشين نتاعي سي هاش من البوزيسيون 2 اللي هو الفالور ديبي حتى للبوزيسيون فينال. بي فيت اتونسيون لهنا الخمسه انت توا تجي تقول هنا مسيو باش نقص من 2 للخمسه وانا لهنا في الشين نتاعي هذيا ما عندي كان من 2 للأربعة. كيفاش مسيو الخمسة؟ تو سامبلومون راهو الفالور فينال لهنا اللي نحطو في السوشين نتاعي راهو اكسكلو. داكور معناتها اون فا با لو بروندر اون كونسيديراسيون. داكور دونك نحط خمسة لهنا عبارة كتبت له أربعة. دونك ريالمون لهنا باش نقص من 2 اللي هي لي غريك الوين باش نقص للأربعة. دونك يس هي الريزولتا نتاعي. دونك يس الشين دو كاركتير نتاعي يس وين باش نحطها؟ باش نحطها في وسط السي هاش. دونك سي هاش 1 بليتو باش نحطها في وسط سي هاش 1. دونك سي هاش 1 نتاعنا القيمه نتاعها هي يس. نتعداو توا للموديول اللي من بعده اللي هو ماجوس. دونك بالنسبه للماجوس 2A، الماجوس 2A كي نعطيها A مينيسكول ترجع لي A majuscule. Donc le majuscule تاخذ en paramètre اي caractère minuscule ترجعه لي majuscule. بالنسبه للي فاس هنا ما خطيتهاش، علاش؟ على خاطر هي ديجا كيفها كيف السوشين. اما الفرق بيناتهم ان اللي فاس تفسخ لي مشان نتاعي، باغ كونتر السوشين ترجع لي بارتي اللي نحب ناخذها مشان اكاه. معناتها السوشين باش تقص واللي فاس باش تفسخ. Donc, j'espère que vous avez bien compris. Et dès qu'on a un sujet, n'hésitez pas, laissez-le dans les commentaires. Et inchallah bi idhnillah, atawa njawabkom. Bi fi ma yخص Python lehna, raho li module hadhouma lkoul rana tarqna lehom fi playlist Python de A à Z. Taw nkhali lkom el lien fi description. A'mlou tala'a leha el playlist hadhia, fiha 25 vidéos yfidoukom bil bay. Wassalamu alaykoum.